طبعا هي ورشة مهمة جدا. نحن بالنسبة لنا تخصصنا في القضية التعليمية، ولا يخفى على أحد الدور الريادي الذي يلعبه التعليم في نهضة أي أمة. أي أمة إذا كان التعليم فيها بخير فهذا المجتمع وهذه الأمة تكون بخير، وإذا كان التعليم بصراحة واقعه صعب فسيكون مستقبل هذه الأمة للأسف أيضا صعب. حاليا الواقع التعليمي سيء في المناطق المحررة. نحن واجبنا جميعا أن نساهم في تطوير العملية التعليمية في خدمة أبنائنا ويافعينا الذين ينتظرون منا الكثير، ويجب أن ننظر أيضا إلى المستقبل، أين تكون الاختصاصات الدراسية في قادم الأيام. يعني في السابق كان هناك ربما اختصاصات، في قادم الأيام في اختصاصات ستندثر وستظهر اختصاصات جديدة، فلذلك يجب أن يكون عندنا رؤية وخطة شاملة لمستقبل أجيالنا ويافعينا، نوجههم لاختصاصات معينة بدل أن يكونوا دائما ضمن اختصاصات تقليدية ولا ينظروا إلى قادم الأيام والاحتياجات التي نحتاجها جميعا كمجتمع وكأفراد. طبعا دور مؤسسات الثورة أن تكون هي حاضنة وراعية ومنسقة ومناصرة ومساعدة في قضية الحوكمة من أجل أن نستطيع تنفيذ هذه الأعمال. نحن أطلقنا مثلا أو تكلمنا عن الصندوق الوطني للتعليم. اليوم في ظل انخفاض التعليم يأتي دور هيك الصندوق الوطني للتعليم. نحن لدينا الآن الملايين من السوريين حول العالم، هؤلاء كلهم تواقون لوجود جهة موثوقة يتتلقى هذه التبرعات وتوصلها إلى المحتاجين بأمانة وبنزاهة. أنا أتوقع إيجاد، إذا استطاعت المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بشكل جماعي وتشاركي إطلاق صندوق وطني للتعليم، فسيكون لهذا الأمر دور كبير جدا على المستفيد النهائي.